ميونس لحظه هنكمل مذكره رساله ابن ميونس كتير فاهم مذكره رساله ابن ميونس خلاص الصوت آه 27 صفحه احنا قلنا المذكره 27 صفحه بتيجي عليها 10 درجات في الورقه الاولى اللي هي جنرال ابيديميولوجي طبعا المذكره كلها تجميعات يعني مش هتاخد مننا وقت مش بشرح موضوع جديد زي الحصه اللي فاتت كده كلها تجميعات اول حصه بداتها لو انتوا فاكرين في الدروبلت في الميسل كنت قلت لكم يا جماعه هنلف حاجه اسمها ابيديميولوجي صح انا مش هشرح كتير انا بس هقول لكم تذاكروا ازاي الكلام ده فكنت قلت لكم في حاجه اسمها ابيديميولوجي اللي هي كل الموضوع ما عدا البريفنشن وير كنترول او حاجه اسمها تشين اوف انفكشن حصل الكلام ده ومليتكم قلت لكم ان اي موضوع بنتكلم عنه زي الميسلز مثلا بنتكلم عن حاجه اسمها الانفكشوس ايجنت وبعدين في ريزرفوار انا بس عايزكم تركزوا معايا تعرفوا بس الاسئله بتيجي ازاي او الدنيا هتمشي ازاي في ريزرفوار او السورس اوف انفكشن وكنا بنركز على سورس اوف انفكشن في التايب بتاعه يا ترى هو هيومن ولا انيمال كنا بنركز على البورتال اوف الاكزيت الجهاز بيخرج ازاي كان في حاجه بناخدها اسمها بيريود اوف انفكتيفيتي لو فاكرين وبعد كده كنا بنتكلم على المود اوف ترانسميشن وخدنا ان المود اوف ترانسميشن اربع انواع الدروبلت والفود والكونتاكت والابسوربوت هي مذكره تجميعات مفيش فيها اي معلومات جديده خالص وبعد كده اتكلمنا على الهوست وقلنا ان الهوست ده في حاجه اسمها بورتال اوف انتري الاورجانيزم هيدخل ازاي وفي حاجه اسمها انكيبيشن بيريود من فضلكم انكيبيشن بيريود يعني الفتره اللي هياخدها الاورجانيزم عما الاعراض تظهر على السيستم والهوست مش كده ولا ايه وخدت حاجه اسمها الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشن والدايجنوزس وكنا بناخد برضه حاجه اسمها سستينابيليتي اللي هي كلمه قاسي فكل دي اسمها التشين اوف انفكشن عامله زي السلسله الحديد فايه كلمه التشين اوف انفكشن معناها ايه لان احنا قلنا نظام الامتحان الجديد ممكن يقول لك يتنشر فهي عباره عن الفاكتورز العوامل كل دي اسمها فاكتورز ركزوا بس معايا الكلام سهل كل دي اسمها فاكتورز كل دي فاكتورز اهي الفاكتورز العوامل اللي مسؤوله عن حدوث اي انفكشن وكمان المينتنس اوف الانفكشن ده اهو الديفينيشن اهو يبقى يعني ايه كلمه تشين اوف انفكشن فهي الفاكتورز اللي مسؤوله عن الديفلوبمنت والمينتنس اوف الديزيز يعني اللي هي حلقات السلسله طب احنا بندرسها ليه صوره سلسله يعني احنا ليه ما جيناش شرحناها لكم عملناها لكم صوره سلسله لان الدكتور الشاطر هو يعني وظيفته ان هو يعمل ايه يعمل ديسكونتينيوتي يكسر السلسله دي في اي لين في اي موضع لو انا كسرت السلسله دي او الحلقه دي عملت ديسكونتينيوتي للتشين اوف انفكشن ات اني سايت ات اني لين يبقى ان شاء الله هنستوب الديزيز ترانسميشن فاحنا عشان كده الامراض خدناها السنه دي في صوره تشين اوف انفكشن بعد كده قلت لكم ايه هي عناوين الانفكشوال سايكل زي ما قلت من شويه اللي انا كنت عاملها لكم في اول حصه خالص بعد كده هنتكلم بقى على اول حاجه كل حاجه هنمسكها نتكلم عنها شويه شويه فاكرين الكلام اللي كنت بقوله في الحصص وما كانش مكتوب هنا في المذكره دي يا دكتور عمرو اول حاجه ممكن يجي لك سؤال كان زمان يجي سؤال بخمس درجات يقول لي هتكلم اول حاجه على الكوست اوف ايجنت يعني انا هتكلم على الكوست اوف ايجنت وبعد كده ان شاء الله هتكلم على الريزرفوار وبعدين هتكلم على الاكس وهمسك كل حته اتكلم عنها شويه تجميعات يعني انتوا مش بتذاكروا المذكره ديت الا لما تذاكروا كويس قوي الاربع شباب الكبار فممكن كان بيجي زمان سؤال يا احمد يقول لك ايه هي الفاكتورز افكتنج الديزيز ترانسميشن فقال لي في خمس حاجات انفكتيفيتي باثوجينيستي حاجه اسمها فيرولنس حاجه اسمها انتيجينيستي حاجه اسمها ريزيستنس طبعا السنه دي بالنظام الجديد ما اعتقدش هيجيب اسئله كبيره كده ممكن يجيب لك انفكتيفيتي يعني ايه يقول لك قارن بين الانفكتيفيتي والباثوجينيستي فصحصح معايا الكلام سهل خالص مش محتاج منك مجهود وانا منقي الوقت اللي اشرح فيه الموضوع ده كلمه انفكتيفيتي معناها ايه معناها قدره الاورجانيزم اللي هو الابيليتي اوف الاورجانيزم ان هو بروديوس انفكشن في السستم الهوست قدره الاورجانيزم ان هو انفيد ويديفلوب ويمالتيبلاي في السستم الهوست يعني ايه برضو مش فاهمين يعني لو احنا كده قاعدين 100 واحد وحد دخل عنده برد فاحنا هو عيان هو كيس واحنا ناس سستم بوبليشن فكم واحد مننا كم واحد من السستم بوبليشن دول هيبقوا انفكتد بالاورجانيزم ده معنى كلمه انفكتيفيتي خد بالك مش شرط ان انا انفكتد ان انا الاعراض تظهر عليا انا هنا بقيس حاجه اسمها انفكتيفيتي بس فعشان كده بقول ان الانفكتيفيتي بقيسها بحاجه اسمها سكند اتاك ريت يعني ايه كلمه سكند اتاك ريت
نسبة الناس السسبتبل بوبوليشن اللي هم احنا المية اللي قاعدين اللي هيبقوا انفكتد، كم في المية مننا هيبقى انفكتد لما نتعرض للسورس اوف الانفكشن. فبقيسها بحاجة اسمها سكندري اتاك ريت، لو احنا 100 بحطنا في المقام احنا سسبتبل، كم واحد مننا بقى سكندري كيس ولكن 10 تعادل، يبقى السكندري اتاك ريت 10%. فهو فيها دكتور امراض العدوى فيها سريعه جدا، يعني في امراض بيبقى فيها هاي انفكتيفيتي، لو حد دخل وسطنا كده نصنا هيتعيد بسرعه، وفي امراض ثانيه اوف هاي اوف لو انفكتيفيتي. الامراض اللي الانفكتيف بتاعتها سريعه جدا الميسلز والبوليو لو انتوا فاكرين، الامراض اللي الانفكتيف بتاعتها قليله جدا اللي هي الليبروسي اللي هو مرض الجذام. وعشان كده بما ان مرض الجذام او الليبروسي احنا كنا بنشرحه زمان، كنا بنديه موضوع كبير مرض الجذام، وكان الناس بتروح المستشفى الجذام في الفيلد فيزيتس، تخيلوا بقى. بس الحمد لله بما ان الانفكتيف بتاعته لو، فعشان كده قدرنا ان احنا ايه نقضي على الليبروسي خالص ونعمل حاجه اسمها ايراديكيشن اوف ليبروسي. بس في مصر ما اقدرش اقول يعني يعتبر اليمينيتد خلاص، لكن عشان اقول ايراديكيشن اوف ليبروسي لازم يكون على مستوى العالم. فمن فضلكم انا عايز القعده دي تبقوا قاعدين عارفين المذكره ماشيه ازاي، لكن هو ككلام كلام سهل وهيجاوب على حاجات كتيره جدا كنت بقرا طول السنه. انا بتكلم على الفاكتورز افكتنج الديزيز ترانسميشن. رقم واحد الانفكتيف، وانا مش هشرح كتير يعني انا بس هعرفك. رقم اتنين حاجه اسمها باثوجينيستي. ايه الفرق بين الاثنين؟ باثوجينيستي يعني احنا قاعدين دلوقتي يا جماعه 10 مننا انفكتيف، هل ال10 اللي انفكتيف دول كلهم هيظهر عليهم المرض؟ لا طبعا، في ناس هيبقوا سب كلينيكال وناس هيبقوا ايه كلينيكال. فكلمه باثوجينيستي معناها قدره الاورجانيزم ان هو مش بس يعمل انفيجن، لا ان هو يبروديوس كلينيكال رياكشن افتر انفكشن. يعني عشان كده بقيس الباثوجينيسيتي بحاجه اسمها نسبه الكلينيكال للسب كلينيكال كيسز. كل ما الكلينيكال كيسز كانت اكتر كل ما كان الاورجانيزم ده مور باثوجينيك. ممكن اقولها بالبلدي ازاي؟ انفكتيفيتي يعني كم واحد من السسبتبل بوبوليشن انفكتد. باثوجينيسيتي معناها كم واحد من الناس الانفكتد مانيفيستد او ظهرت عليه الاعراض. طب فيرلانس معناها كم واحد من الناس اللي ظهرت عليهم الاعراض جاله كومبليكيشنز او مات. وصلت؟ يعني فيرلانس معناها كم واحد بقى من الناس اللي ظهرت عليهم الاعراض ديفلوبد سيريس كومبليكيشنز او باي او دايت. بنقيس يا دكاتره يا حلوين بنقيس الفيرلانس بايه يا دكتور عبد العزيز بيه؟ بنقيس الفيرلانس بايه؟ الناس اللي مذاكره الاحصاء كويس وانا مبسوط منهم بتوع الراوند اللي فات الناس الحلوين، كنا بنقيس بحاجه اسمها الكيس فيتاليتي ريت. يعني ايه كلمه كيس فيتاليتي ريت؟ نسبه الناس اللي ماتت من مرض معين على عدد الناس اللي بيعانوا من نفس المرض في 100. الله، معنى كده ان كلمه فيرلانس معناها كم واحد من الناس الديسيز ماتوا من المرض او دخلوا في سيفير كومبليكيشنز او سيريس كومبليكيشنز. نراجع، يبقى الانفكتيفيتي بقيسها بحاجه اسمها سكند اتاك ريت، الباثوجينيستي بقيسها بنسبه الكلينيكال للسب كلينيكال، والفيرلانس بقيسها بالكيس فيتاليتي ريت. في حاجه ثانيه اسمها انتيجينيستي او مكتوب عندكم في الكتاب الجديد كده بخط صغير خالص اميونوجينيستي. يعني ايه كلمه انتيجينيستي او اميونوجينيستي؟ في امراض من رحمه ربنا لو حد جاله الانفكشن ده بيبروديوس اميونيتي في السسبتبل هوست، بيعمل مناعه بيديله مناعه، فاهمين الكلام؟ فما يجيلوش المرض تاني. يعني في امراض هايلي اميونوجينيك، في امراض هايلي انتيجينيك، فعشان كده ما يجيلوش المرض تاني. فكلمه انتيجينيستي معناها قدره الاورجانيزم تو برودوس اميونيتي في الهوست، سواء بقى انتي توكسين او انتي بوديز. بنقيس ازاي الانتيجينيستي؟ بحاجه اسمها سكند اتاك ريت. نعم، طب ما احنا لسه قايلينهم شويه. لا، في فرق بين الاولاني معناها ناس جالها انفكشن اول مره، حد فاهمني؟ لكن هنا ناس جالها انفكشن تاني مره، يعني السكند اتاك ريت ده بيسموه بين قوسين ايه؟ ري انفكشن ريت، يعني تاني مره يجيله الانفكشن. ليه؟ لان الاورجانيزم ما عملش مناعه بصوره كافيه. ايه الاورجانيزمات اللي ما بتعملش مناعه بصوره كافيه؟ بتاع الانفلونزا اهو، فيري ريل اللي هو الانتيجينيست، الميسلز، الميسلز والمامبس والتشيكن بوكس بيدوا مناعه لفتره طويله. فعشان كده السكند اتاك ريت او السكند او الري انفكشن ريت قليل. لكن في حاجات ثانيه زي الكومن كولد والانفلونزا، ممكن يزود الانفلونزا على فكره، والسيفلس والجونوريا، السكند اتاك ريت او الري انفكشن ريت فيري كومن، ممكن يحصل ري انفكشن كذا مره. احنا بيجي لنا كومن كولد 10 مرات في السنه، انفلونزا مره ولا مرتين في السنه. الناس اللي هم السكشوال وركرز
او الناس اللي هم نوت سيكشوال وركرز بس مفيش هايجين ممكن يجيلهم سيفلس وجونوريا اكتر من مره ثرو زير لايف. حد فاهم انا بتكلم في ايه؟ الحاجه اللي بعد كده اسمها الاولاني. الاولاني يعني احنا قاعدين 100 اهو 10 جالهم انفكشن بس دي اول مره يجيله انفكشن. لكن هنا لا ده واحد جاله انفكشن والانفكشن ده ما ادالوش مناعه كافيه فممكن يجيله انفكشن تاني. فهنا كاتب سكند اتاك القوسين ري انفكشن ريت. بعد كده حاجه اسمها الريزيستنس. قال لك سبحان الله كلمه ريزيستنس يعني الاول قدره الاورجانيزم ان هو يسرفايف يتغلب على الظروف البيئيه الصعبه ويعيش اطول فتره ممكنه. فاكرين لما خدنا في الهيباتايتس قلت لك الهيباتايتس ايه بيعيش شهر الفيروس في الانفايرمنت البي بيعيش اسبوع والسي بيعيش من 16 ساعه ل 4 ايام. بيقول لك التي بي بقى سبحان الله بيعيش فتره طويله جدا ممكن يفضل شهور في الدست. ده يبقى فيه هاي ريزيستنس. السالمونيلا لها مودريت ريزيستنس. الانفلونزا عشان الاورجانيزم فراجايل وضعيف ممكن ازود هنا كمان اتش اي في مع الجونوريا والانفلونزا. ممكن ازود الاتش اي في كمان مع الانفلونزا والكونوكوكار. يبقى انا يا جماعه مش بالورق ولا بالصفحات انا عايز اما تيجوا تذاكروا ما تخافوش من الماده دي. الماده الوحيده اللي هتقعد شهر في البيت كده مش لاقي حاجه تعملها. الماده الوحيده اللي قبلها شهر. اي ماده ثانيه بتقعد قبلها اسبوع او ماكسيمم 10 ايام لو كملت 10 ايام. فانت ظبط نفسك من دلوقتي بمعنى ذاكر وما تخافش ان انت هتنسى بس ظبط نفسك من دلوقتي. لو انا هذاكر ازاي؟ بتكلم النهارده على الانفكشوال سايت. اول حاجه اتكلمت عليها البوزيتيف ايجنت. الحاجه الثانيه اللي هتكلم عليها الريزرفوار اوف انفكشن. يعني ايه كلمه ريزرفوار؟ طول السنه قاعد اقول ريزرفوار اوف انفكشن يعني السورس اوف الانفكشن يعني الهابيتيت المسكن اللي بيعيش جواه الاورجانيزم المسكن اللي هيديفلوب جواه الاورجانيزم اللي هيملتبلاي جواه الاورجانيزم. الريزرفوار ده ممكن يكون هيومن او انيمال. والهيومن بقسمه كيس وايه وكارير. ثاني الريزرفوار مش انا طول السنه قاعد اقول هيومن او ايه او انيمال والهيومن بقسمه كيس وكارير. هسالكم سؤال بقى في حبة ديفينيشنز كده طول السنه بنقولها. يعني ايه كلمه تيبيكال كيس؟ يعني كيس بريزنتد بالتيبيكال مانيفيستيشنز. يعني مثلا احنا طبعا كنت لاقي لكم كلينيكال بيكتشر طول السنه صح ولا لا؟ طبعا دي حاجه رسمي مش حاجه كده بينا وبين بعض. فالكوليرا مثلا كانت بتعمل حاجه اسمها رايز ووتر ستول. ده حاجه كلينيك حاجه تيبيكال. الملاريا بتعمل حاجه اسمها بس انا مش هحتاجوش مثلا حاجه اسمها بناين تيرشا ملاريا وبناين كوارتا ملاريا. بيحصل كده باروكسيزم انترميتنت في الراي باروكسيزم كل ساعتين ثلاثه. بيحصل قد ايه الباروكسيزم؟ كل يوم ويوم كل ثالث يوم كل رابع يوم. يعني كل مرض ليه تيبيكال برزنتيشن. الميسلز فيه كومبلكس سبوتس وفيه الراش حاجات كده. المامز فيه اللي هي الباروتايتس او الانفلاميشن بتاع البارود الجنان. فكلمه تيبيكال كيس يعني كيس برزنتد ويز تيبيكال مانيفيستيشن. هسالكم سؤال بقى تفتكروا مين الاخطر المايلد والمودريت ولا السيفير كيس؟ لا مش السيفير. شوف العجب بقى السيفير كيس اخطر على نفسه. اخطر على ايه؟ على نفسه. ماليش دعوه احنا فاكرين الحصه اللي فاتت لما انا قلت الجدول بتاع الكوميونتي والكلينيكال وقلت انا يهمني الهيلث امبروفمنت از هول بشتغل على اول انديفيديوالز وكوميونيتيز سواء هيلثي او ديزيز. فاكرين الجدول اللي قلته اللي انتوا هتقروه ان شاء الله تراجعوه. فانا بقول لك انا بالنسبه لي لما اجي اتكلم على المايلد والمودريت اخطر بالنسبه لي دينجرس. ليه؟ لانهم ديفيكال تو بي دايجنوز. او حتى لو يا ستي دايجنوز العيان نفسه مستهون بالمرض ما بيروحش يكشف ما بتسجلش يقول لك انا حاجه بسيطه هتروح. فعشان كده انا بالنسبه لي على مستوى الكوميونتي المايلد والمودريت اخطر. تاني حاجه اسمها اتيبيكال كيس. يعني ايه كلمه اتيبيكال كيس؟ يعني كيس بريزنتد باتيبيكال مانيفيستيشنز. ما اعرفش ان ده عنده يعني مثلا ايه الملاريا من ضمن الحاجات ممكن يبقى عيان ملاريا بريزنتد برايس ووتر ستول زي بتاع الكوليرا. فالاتيبيكال كيس بالنسبه لي خطيره جدا لان هي بتعتبر مس دايجنوست كيس. مش احنا خدنا الحصه اللي فاتت معلش انا بقربي كتير مش خدنا حاجه اسمها الايسبرج فينومينا؟ مش خدنا رقم 3 البلوك 3 قلنا ده اللي هو ايه الان دايجنوست كيس وممكن كمان تبقى مس دايجنوست. يعني مش بالضروره تبقى اندايجنوز ممكن تتشخص ايه انا بخاف من الاثنين دول سواء مس او اندايج. فالاتيبيكال كيسز تعتبر ايه مس دايجنوزد كيسز. اشهر حاجه بتبقى اتيبيكال برزنتيشن البوليو والمنجايتس. بس في بعد كده حاجه خدناها اسمها سب كلينيكال كيس. يعني ايه سب كلينيكال كيس؟ يعني واحد مناعته قويه او عايز حد شاطر يقول كلمه ثانيه مكتوبه في الكتاب في غلطه بس احنا هنصلحها مع بعض. سب كلينيكال كيس يعني انا اتعرفت من حضرتك يا دكتور عمرو
بقيت سب كلينيكال كيس عشان حاجه من حاجتين، يا اما عندي الاميونيتي عاليه، يا اما الباثوجينيستي لو فهو كاتب له فيرلنس. لا لا، المفروض تبقى له باثوجينيستي، المفروض تبقى له صلحوها لو او اكتبوها تحت له فيرلنس، لان الباثوجينيستي هي اللي بتحدد اذا كان كلينيكال ولا سب. مش انا من شويه قايل ان باثوجينيستي معناها قدره الاورجانيزم ان هو يعمل كلينيكال رياكشن اكتر الانفكشن، ان هو يعمل كلينيكال ديزيز وبقيسها بحاجه اسمها الريشيو بتاع الكلينيكال والسب كلينيكال، صح ولا لا؟ فاحنا هنقول لهم عليه. اي حاجه خطا في الكتاب انا صلحته طول السنه ببلغ بيه، يعني انا ببلغ اول باول على الاخطاء اللي موجوده فين في الكتاب عندكم، يعني انتوا بتذاكروا صح.